مساء الورد، معاكم النهارده في سلسله حلقات في صحتك. قناه هي اول قناه تلفزيونيه بتهتم وبتختص بكل تفاصيل المراه. هتلاقيني دايما معاكي بقدم لك الحلول والحاجات والمعلومات اللي هتخص شعرك وبشرتك، جسمك ووزنك وجمالك ورشاقتك. هكون معاكي دايما في كل خطوه، ههتم بتفاصيلك اللي انت ملاحظاها في نفسك واللي انت مش واخده بالك منها، بس للاسف اللي حواليكي شايفينها. وعشان انا دايما مقتنعه ان سلامه الصحه النفسيه وثقتي بنفسي بتبقى افضل لما اكون راضيه عن شكلي وجسمي ووزني، فانا هلعب على نقطتين مهمين جدا. اول نقطه، بطريقه مباشره هنحسن جسمي وهوصل للجسم الرشيق بأسهل الطرق والحلول. النقطة الثانية بطريقة غير مباشرة، إني هلعب على الصحة النفسية، إزاي أزود ثقتك بنفسك، أزود إرادتك، استمواتك، عزيمتك إنك تقدري تواجهي التحديات النفسية، الأزمات اللي بتقابلك أو بتقابل أسرتك وأولادك. وعشان احنا كستات بنحب نبص للميزان كل يوم، فانا خصصت جزء كبير من البرنامج بيتكلم عن السمنه واضرارها وتوابعها واسبابها ومشاكلها، ومش هسيبكم. لازم اقدم الحل الامن الفعال اللي بيجيب نتيجه في وقت قياسي من غير ما يضرني او يسبب لي مضاعفات أو آثار جانبية. دايما خليكم معانا وتابعوني في سلسلة حلقات في صحتك، وهتشوفوا دايما الجديد. خليكم معايا، بعد الفاصل هنطلع وهنرجع بسرعة، اوعوا تغيروا المحطة. هي كل الدنيا.
كنت امبارح بتصفح على الفيسبوك، شفت لايف لواحده في التايم لاين. اللايف ده حرفيا خلى قلبي يبكي. اللايف باختصاره ان الست دي او الانسانه دي طالعه بتبكي بحرقه جامده جدا، وبتقول كلمه واحده: طلقني. على اللايف ايه اللي وصل ست ان هي تطلع وتكلم ملايين وتطالب جوزها ان هو يطلقها؟ ايه عمل ايه؟ مهما كان اللي عمله، ايه اللي يوصلها للنقطه دي؟ بدات تشرح في اللايف باختصار كده ان جوزها زي ما بيقولوا قفشته وهو بيخونها. مش دي المشكله، احنا فئه كبيره بنسمع عنها من الرجاله بتخون مراتها وزوجاتها وكده، وقصه قديمه واسطوانه مشروخه. مش المشكله في كده، المشكله ان هي لما واجهته قال لها كلمه كفيله تكسر انوثه اي واحده. قال لها: هو انت مش بتبصي لنفسك في المرايه؟ كلمة صعبة جدا على قلب أي واحدة، وخصوصا لما تطلع من اللي سندها وأمانها اللي هو جوزها ورب الأسرة، اللي مش بتآمن لحد غيره بعد أبوها وأمها. بيقول لها: مش بتبصي في المراية وتشوفي نفسك؟ ما أنا لازم أخونك. شوفي جسمك عامل إزاي وشوفي جسمها عامل إزاي. طبعا منطقيا الزوج ده، انا مش هقول ده غلطان، يعني ده يعني هو مجرم في حق نفسها، انك انت كسرت قلبك، ممكن انك انت تسيبها او حتى تستكفي بخيانتها وتسيبها. بس مش لازم وانت بتسيب تختم ختم النسر قبل ما تسيب. لازم تحط بصمتك الجميله عليها قبل ما تسيب. مش بس خيانة ومش بس طلاق، لا ده كمان جرح وعميق. طيب الست دي حالتها ايه او شكلها ايه اللي يخليها يقولها بصي لنفسك في المراية وزنها معدي 120 او 130 كيلو، مع طولها المتوسط فمخلي جسمها مليان شوية؟ مشكلة كتير قوي بتقابلها ستات كتير ورجالة برضو. طبعا انا مش هقول الزوج غلطان وبس، بس في غلط صغير على الزوجه. انت ليه توصليه للمرحله اللي يقول لك كده؟ بس يا دكتور اصل انا عندي عيال وملهية بيه وبعياله وبالبيت. ما بشتغلش، بس 24 ساعه انا تحت رجليهم. طب وانت فين؟ ما هو اي راجل هيلاقي منك تقصير هيبص بره، استغلالا للرخصة اللي ربنا ادهاله، بس للأسف بيستغلوها غلط، استغلال الرخصة اللي ربنا ادهاله مثنى وثلاث ورباع. طب ليه ما اشتغلتيش على نفسك؟ هو انت مش فرد من ضمن أفراد البيت؟ مش انت لولاكي اللي انت نص المجتمع هيقوم البيت؟ عشان كده من هنا اتخلق فكرة البرنامج أنا إزاي أساعد كل ستات مصر إن هم يتغاضوا عن كل العيوب اللي في جسمهم، أو لما يصحوا من النوم يبقوا فرحانين وهم باصين لشكلهم. مش لازم توصلي للجسم الرشيق النحيف الفرنساوي اللي لا، جسم راضي عنه، جسم مش مسبب لك أي مشاكل صحية. عارفة يعني إيه سمنة؟ يعني حاجة لعينة، مرض بشع. ليه؟ لأن أنا بشبهه بالكوبرا بتضخ سمها. السمنه الدهون اللي عندي بتضخ سم؟ بتضخ سم، لانها بتفتح عليكي ابواب كتير انت في غنى عنها. مشاكل عمود فقري، خشونه ركب، ضربات قلب سريعه، ضغط عالي، عدم انتظامه حتى، السكر بيعلى، تاخر الانجاب، وي 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 وي. اقول ايه؟ ده 40 مرض سببها السمنه. اصل يا دكتور مشكلتنا الاساسيه احنا بنحب الاكل قوي، واحنا شعب اكل قوي. لا ده انا عندي مشكله في الحرق وبقى بصي ومبلطه في الخط، اعمل ايه؟ حاجه مش بايدي. لا، في هو الطب ما بيقفش يا جماعه، مدارس كتير وجديده اتخلقت عشان تحارب مرض السمنه بشكل بسيط
سهل وانت قاعد في بيتك. من خلال ايه؟ انا بنزل لك ارقام تليفونات موجودة، ده رقم الفريق الطبي، الجيش الطبي، ملائكة الرحمة، هيقفوا معاك، هيقدموا لك عيادة تخسيس اونلاين قاعد في بيتك. اشرب كوباية العصير بتاعتك وكلمهم. ما انت بتكلم صفحات كتير وبتسأل على هدوم وشوزات وموبايلات. طب دي صحتك، اهتم بيها زي ما بتهتم انك انت تشتري حاجة اونلاين، ده صحتك اولى. طب حتى عشان حاجة اللي هتشتريها تليق عليك وتظبط وتبقى شكلها مناسب وافضل. ارقام الفريق الطبي، ده فريق هيقدم لك خدمة طبية مجانية مع كورسات علاجية أمنة مرخصة من وزارة الصحة. وبقى قابلني لو ما خستش مع الفريق الطبي. واثقة؟ أيوة طبعا واثقة، واثقة 100%. طبعا ده كله بحول الله، لأنه شهادة لله. أنا اتخذت الكورس من 2009 اللي كنت وصلت فيه لوزن 127 كيلو. 127 كيلو كنت في 2009. ان شاء الله الحلقة الجاية هبقى انزل الصور اللي كنت فيها قد ايه مليانة، مش قادرة امشي، نهجان، ركبي خلاص خشونة. فيعني ايه عملت ايه؟ اخدت كبسولة، كبسولة تكميم، هي بمعنى اصح كبسولة تكميم معدة طبيعية في البيت. قفلت لي بقي شوي، ما انا زي اي بني ادم بضعف قدام الاكل، ما هي رغبه برضو، انا مش ملاك جاي من السماء، بضعف، بحب الاكل، بحب الحلويات وبتظبط لي مودي، بس مش قادره اعمل كنترول على الشهيه الملحه، عايزه حد يبقى سبورت وداعم ليا. وانا مش هقدر امشي على دايت ولا رجيم ولا المشوي، وابعد عن المحمر والمشمر والزبادي اللي معصوره عليه ليمونه. انا بطهق كفايه ضغوط الحياه والمسؤوليات، عايزه حاجه تخليني اخس من غير ما احس. طب في حالات؟ في حالات ملايين ملايين، وبستاذن الكنترول يبدا ينزل لنا صوره صوره عشان الناس تطابق الكلام بقد ايه الناس دي تبقى دفعه امل ونقطة انطلاقة لحياة جديدة صحية أكتر وأحسن. بص الجمال بقى والستات اللي بتبتدي بداية صح. أنا مش عارفة أقف قدام الكاميرا، أصل أنا بطني مليانة شوية، لازم أقف بجنب، ولا عارفة أحط إيدي في وسطي، ما أنا ما عنديش وسط منحوت. طب وبعدين هتفضل تدارى ولا ورا البروفايل المايل؟ لا، أنا عايز فيس تو فيس. الواثق من نفسه بيواجه، اللي من واثق من جسمه ووزنه ما عندوش ديفوهات بيواجه، لكن اللي فيه حاجه بتدارى. خست معانا كام؟ 12 كيلو. 12 كيلو غيروا حياتها، عرفت تقف، بقى في وسط منحوت، بقى في كيرفات طبيعيه اللي ربنا خلقها عليها، مش دهون زياده ضاره، محت كل تفاصيل جسمي. بقدم لك كبسوله بتسد الشهية وثقة في الله من أول يوم وأول كبسولة، كوبايتين مية، عشان تدي فرصة للكبسولة وأليافها الطبيعية تنفش 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 وتقفلي تلات أرباع حجم المعدة بالظبط، كأني عملت تكميم طبيعي لمعدتي، ولا دخلت عمليات ولا قصيت معدتي اللي ربنا خلقها لي، ولا تعرضت لمشاكل الريكفري تايم وقت العمليات والمشارط والمضاد حيوي. لا، انا وثقت في الدكتور اللي بيتكلم، لان هو دكتور واكيد معروف، وقبل ما يقدم برنامج زي ده بيكون سايب فايلاته وكارنيهاته وتحقيق شخصيته ومهنته على باب اي قناه، ولازم عشان يقدم منتج لازم يكون مقدم تراخيص وزارة الصحة. معانا نرمين. الو الو، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا نرمين، عاملة ايه؟ الحمد لله يا دكتور. قولي لي يا حبيبتي سؤالك ايه؟ والله يا دكتور انا عندي مشكلة كبيرة جدا. طبعا انا قاعدة في بيت عيلة
ومش عارفه طبعا وزني تقيل 135. و حماتك كويسه معاكي؟ اه لا كويسه، بس بيتمردوا عليا دلوقتي عشان وزني. كويسه وبيتنمروا؟ ايوه عشان وزني طبعا عالي. لا هي الصراحه فعلا كويسه. لان انت عارفه طبعا بيت عيله بناكل كلنا مع بعض. تمام. ونفسيتي طبعا وحشه جدا. ما بروحش. ما جربتيش اي نوع من انواع الدايت؟ لا يعني بجرب مع نفسي كده بس ما بنزلش. ما بتنزليش، يبقى اكيد في مشكله في حرقك. بس انا عايزه اعرف تجربتك ازاي؟ حرمتي نفسك من الاكل؟ انا باكل كل حاجه، يعني الشهيه عندي عاليه. شهيتك عاليه مش قادره تتحكمي، ومهما قللتي الاكل طبعا. لو جمعتي السعرات الحراريه في اللي انت بتاكليه هتلاقيه برضو بيزود في الوزن، وتلاقي حركتك بطيئه، حرقك ضعيف. قولي لي وزنك وصل كام لحد دلوقتي؟ انا وزني دلوقتي 135. 135 كيلو، طبعا ده اوفر ويت مهما كان طولك، حتى لو طولك 180 كيلو كتير كتير، يعني انا بدي اقصى طول 180 او 190 كيلو برضو كتير. اقفلي وانا هقول لك الحل حاضر على عيني. في حاله زي دي طبعا انا مش بستكفي بالمعلومات دي، انا بطلب طبعا سنها ايه؟ طولها ايه؟ وزنها بالظبط ايه؟ وحالتها الصحيه ايه؟ هل لا قدر الله بتعاني من مشاكل صحيه؟ هل بتاخد ادويه؟ لو انا شاكه في حاجه بتعاني منها اطلب منها تحاليل؟ ده كل العوامل دي هتساعدني عشان اختار لها وارشح لها انسب كرسي يجيب معاها نتيجه. تشوف نتيجه من اول اسبوع لازم افرحها. يا جماعه انتوا بتسمعوا اصوات الناس؟ اصل انا واخده على اصوات الناس دي فعلا، واصله لدرجه من الياس والاحباط والتوتر لدرجه الناس دي ما بتقدرش تقوم من سريرها. لازم اعول الناس دي نفسيا، احتضنهم، وفريق الطبي مدرب اعلى تدريب على ان انا يعول الناس دي نفسيا الاول. مشكلتها مشكله شهيه عاليه، ودي من اسهل المشاكل اللي ممكن احلها عشان احل مرض السمنه. كبسوله واحده منتهى الذكاء في سد الشهيه، منتهى الذكاء، اليافها بتنفش زي السفنج بالظبط. تديني فعل السفنج، تملالي المعده، تعملي تكميم طبيعي، بعد ساعتين بس شوف نتيجه الكبسوله. واقسم بالله العظيم انا النهارده واخده الكبسوله بعد الفطار، انا حاسه ان وزني طلع من العيد زايد 5 كيلو. لازم اشتغل على نفسي، ما اسيبش نفسي. اكيد سمعانا اللي كانت بتتكلم امبارح في اللايف، ما اسيبش نفسي اوصل ل 120 و130 كيلو. ليه 5 كيلو هوبا هيبقوا سهلين؟ طب الناس اللي 130 كيلو؟ لا ده لازم اشتغل معاهم بطريقه تانية خالص، بطريقه مزدوجه. شهيه مفتوحه اقفلها، حرقك هشتغل عليه بالزياده 5 اضعاف عشان اشتغل على دهونك القديمه المتماسكه اللي من الصعب قوي باي دايت قاسي ان هي تنزل. هتاخد منك مجهود، حقيقه مجهود. لو انت بطل وهتقدر تقفل بقك بكيفك خلاص اشتغل، بس للاسف احنا ضعفه ضعفه قصاد الاكل. في ناس بقى بتزيد في الوزن مش عشان شهيتها مفتوحه، ده بتشم الاكل بتزيد. طب دي مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان عندها مشكله في حرقها للدهون، عدم قدرتها على تكسير الدهون الاساسيه اللي في جسمها، بتتراكم الدهون بشكل سريع. الناس دي اشتغل عليها بايه؟ منزله لك اعشاب ونقط بكمل بيهم الدايره اللي هحوط بيها على مرض السمنه اللعين. شهيه مفتوحه هقننها، ثبات في الوزن عشان حرقي ضعيف، عشان عندي مشكله مثلا نقص فيتامين دي، مقاومه انسولين، اصل انا شايله الرحم، مشاكل في المراره، وي وي وي، العوامل اللي بتخلي حرقي في الارض لازم اعالجها. هعالج الحرق الضعيف بحول الله. عندي نقط فيها ماده البي بي سي القويه اللي ديناميت على الدهون، معروفه في علم التغذيه ماده البي بي سي ديناميت على الدهون، انا مخصصاها في النقط بتاعتي عشان اي كرش اي جناب بعد شهر مش عايزه اسمع كلمه انا عندي كروش، اصلا انا عندي جناب.
اصلا دراعاتي مش داخله في الجاكيت او البليزر بتاعي، لان انا عندي تجمعات دهنيه في ظهري. لا اشتغلي على نفسك نقطه ومن اول السطر. فين ثقتك؟ على فكره انا مش هاخد منك وقت طويل، مش هاخد منك وقت طويل. من اول شهر بتنزلي بما يعادل من 8 ل 15 كيلو رينج، ما اقدرش اديكي رقم محدد لان الناس استجابتها مختلفه للادويه او للمنتجات. ما اقدرش احدد عشان انت حرقك غير اختك غير جارتك، عشان في سن بيفرق، في حاله صحيه، في نظام حرق. فانا حاطه رينج، لو انت حرقك ضعيف جدا بتجيب 8 كيلو في الاسبوع، حرقك زياده شويه ولا 10 كيلو، في 11 كيلو، في ناس بتجيب 15 كيلو، بس مش عايزه اعممها عشان ما اتخذهاش مقياس. في ست كبيره 60 سنه وعندها مشكله في الركبه ما تتحركش بتجيب 8 كيلو. نعمه وفضل من ربنا، احنا طايلين قاعده في بيتها من غير اي مضاعفات جابت 8 كيلو. 8 كيلو هيفرقها، هيفرق معاها في جسمها، هتغير مقاسها مقاس. ثقه في الله، لازم بتنزل بتنزل بحول الله. معانا تليفون مروه. السلام عليكم دكتوره هبه، ازاي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مروه. بجد يا دكتور والله العظيم انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه، بجد شكرا جدا على الكورس اللي غير حياتي ده. قولي لي بقى. ربنا يخليك يا دكتور. ايوه بقى فرحيني بقى. فرحيني خالص. فرحيني بقى. الحمد لله رب العالمين، كان وزني 100 بقيت 80 الحمد لله رب العالمين. الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين في شهرين ونص. شهرين ونص حلو قوي. اه غيرتي مقاسك كام مقاس؟ بجد يا دكتور شكرا لحضرتك وللفريق الطبي، بجد اقسم بالله انا بدعي لكم دعاء، انا ما كنتش بقدر اقف على رجلي. يا رب كده صوتك كده يسمع الحاله اللي انا شفتها امبارح وتبقي امل ليها كده. ربنا يبارك لك ويجزيك خير. انتوا تستاهلوا كل خير والله العظيم. انا جربت ادويه كتير جدا ولا الهوى، الحمد لله رب العالمين. بجد شكرا والله العظيم، يعني انا مش عارفه يعني ربنا يجازيكم خير عنا. في قولي لي ايه المشاكل اللي قابلتك وانت بتاخدي الكورس؟ ما اكيد اي كورس. والله العظيم الحمد لله رب العالمين ولا اي حاجه، الحمد لله رب العالمين، ولا شعري وقع الحمد لله رب العالمين ولا اي لا ده بخصوص شعرك اصبري بقى، ده انا جايبه لكم النهارده هديه للشعر على الكورس اللي انا نازله بيه. حبيبتي يا دكتور انا مكمله معاكي والله العظيم، انا مش عارفه اقول لك ايه، ربنا يبارك لك يا دكتور. قولي الحمد لله ونعمه وفضل من ربنا، وقولي كلمه لاي واحده عايزه تاخد القرار ومش قادره. بجد والله العظيم بجد وحياه ربنا فرق كبير جدا والله. انا الناس كانت بتقول لي يا حاجه يعني بجد والله العظيم ربنا يجازيكي خير. كفايه انا صوتك. مش عارفه اقول ايه، وطبعا السنه دي اكيد حاجه مش حلوه. واكيد انت جربتي. اه طبعا. واسال مدرب صح يا دكتور، ولا كنت بقدر اطلع سلم وبنهج باستمرار ومش قادره ادوس على ركبي والله العظيم. دلوقتي الحمد لله ولله الحمد البركه في حضرتك، بجد والله العظيم حياتي اتغيرت تماما. ربنا ينعم عليك يا رب بالصحه. ربنا يخليك يا دكتور، فرحتيني بمداخلتك. بقيت انجاز يا دكتور وبقيت اتحرك بجد، ربنا يخليك يا دكتور يا حبيبه قلبي. بس طبعا بنتبع التثبيت عشان ما نرجعش نرد تاني. لا انا مكمله مع حضرتك يا دكتور لسه ان شاء الله. متشكره جدا لمداخلتك الجميله ولصوتك اللي فرحني من جوه، ونفسي نفسي انا ده. بصوا انا نايمه بحلم بالحاله دي والله، نايمه بحلم بالحاله دي ونفسي ان هي تكون سمعاني النهارده. نستاذن الكنترول في صوره كمان، عايزين حالات كمان. الحالات دي يا جماعه حالات من ضمن الافات الحالات اللي شافونا في يوم من الايام وثقوا فينا جربوا. هم على فكره كانوا واخدينها تجربه، ما هي الناس لما بتبتدي حاجه ما بتبقاش واثقه قوي، تقول هجرب هيحصل ايه يعني، ما انا معايا فريق لو حصل حاجه الجا له. بصوا الجسم 140 كيلو، 140 كيلو دهون على ركبي الضعيفه دي، على عمودي الفقري. طب عمودي الفقري ده هيشيل ايه ولا ايه؟ يعني هيشيل ايه ولا ايه؟ 140 كيلو وصلت بحول الله ل 90 كيلو، 50 كيلو في قد ايه؟ 6 شهور ونص. 50 كيلو بني ادم تاني طلع بره جسمي.
شابوه للحالة دي بجد، شابوه، حالة ولا أروع من ضمن الحالات اللي أنا بفتخر بيها. أنت فاهمة يعني إيه 50 كيلو نزلت؟ يعني أنت إيه مشكلتك؟ عندك كبسولات تقفل الشهية؟ أعشاب تشغل عندك الدورة الدموية عشان تقومي وتتحركي وتسرع وتشغل الحرق الضعيف عندك وتغسل الأجهزة بتاعتك عشان تتعامل بشكل أفضل تجاه تكسير الدهون؟ عندي نقط جوكر النحت والحرق وتكسير الدهون. على المستوى الشخصي أنا دي فخورة بالنقط اللي أنا نازلة بيها والمرخصة، لأن هي بتنحت أي منطقة فيها دهون، وفي ظرف أسبوع بتبان نتيجة مش هخليكي تستني شهر. نازلة بعروض قوية النهاردة، إحنا في بدايات انطلاقتنا من هنا، عروض قوية جدا جدا جدا، وهتكفي معاكي شهرين، هدايا خصومات وشحن مجانا وحاجات كده وبونبونات نازلة. تابعيني بعد الفاصل عشان أفاجئك بالجديد، خليكم معايا. هتخس من غير ما تحس، هبتدي بيه اقوى كرسي تخسيس في مصر فقرتنا دلوقتي. الكورس اللي هيغير حياتي في شهرين، واللي بيخرج كل الدهون السامه، الدهون الثلاثيه والكوليسترول بره جسمي، من 20 ل 30 كيلو دهون في 60 يوم دول. أقوى كرسي تخسيس في سد الشهية، رافع الحرق الأول والأقوى. كرسي 60 يوم نازلة بيه النهاردة بخصم كبير جدا، هتعرفوا لما نتصل بأرقام التليفونات اللي موجودة على الشاشة. الكرس اللي هيتيح لي إن أنا أخس وأنا قاعد في بيتي من غير دايت، من غير حرمان من الأكل، من غير ورقة الدايت الشقة، من غير رياضة شقة ومشي بالساعات عشان أحرق بزيادة. الجرعة اليومية من الكرسي بتاعي، يعني أنت لو أخدت الجرعة على مدار اليوم، الحصيلة إن الجرعة دي كأنك مشيت ساعة ونص. يعني الناس اللي عندهم ربنا يعافيهم يا رب عندهم عجز في الحركة، مش مشكلة هتخس بحول الله، ما انا مديالك مادة فعالة قوية جدا على الدهون بتقوم بمقام المشي. الكورس 60 يوم مكون من 6 منتجات، نوعين من الكبسولات، نوع اول بيسدلي الشهية تكميم للمعدة وبيريحني من الرجيم القاتل اللي عشانه لازم اعمله عشان اخس. كبسولة التانية النحاتة اللي بتنحت الدفوهات مخصوصة لدهون السمنة الموضعية يا جماعة، يعني كبسولة سد معاها الشهية وكبسولة النحاتة اللي بتقضي على الدهون المتجمعة في منطقة معينة أيا كانت المنطقة دي إيه، كل واحد وبيختلف. عبوتين من الأعشاب نشغل الحرق ونشغل الدورة الدموية، وعبوتين من النقط اشتغل بقى على الدهون الصعبة اللي بتقاوم وبتعاند النزول. مديالك عبوتين من النقط، كل ده ليه؟ عشان تجيب نتيجة من أول أسبوع طبعا، ده بفضل ربنا وبحول الله. طيب معوداكو أني لازم بنزل هدايا، والهدايا بتبقى من صلب المشكلة، مش مجرد كماليات، دي أساسيات. منزلالك لحد الساعة 12 بالليل مع كورس الشهرين حقنتين للحرق، حقنتين تقوية الحرق، بحفز الحرق وبنشطه بالحقن دي، مخصوصة قوي لفئات الناس اللي عندها مشكلة في الحرق، والفئة دي نسبتها كبيرة جدا ومشكلتها مشكلة، لأن مشكلة الحرق الضعيف مش بإيديهم، ما يقدروش يسيطروا عليه. طب ممكن واحد يسيطر على شهيته، طب حرقه اعمل فيه ايه؟ ادوس على زرار الحرق يشتغل؟ لازم بقى رياضه شقه
ولو عندك مشكله صحيه زي مقاومه انسولين او المراره او عندك الغده او عندك فيتامين د، حرقك مش بايدك، هيضعف حتى لو اشتغلت ليل نهار مشي. يبقى انت لازم قوه خارجيه، ادوات ناجحه تلحلح عندك الحرق شويه. ايوه اشتغل بيه، خد اسلحه، اسلحه على الدهون اللي عندك عشان نفجرها وتخرج بره جسمك، تتحرق تتحول لصوله طاقه تشغل جسمك. حقنتين الحرق بتاخد حقن عضل مره في الشهر. انا بخاف من الحقن، اكسرها على كوبايه عصير او كوبايه مي اشربها. انا المهم الماده الفعاله القويه دي اللي هتساعدك في الحرق توصل معدتك. طب ايه الهدية الثالثة؟ الشعر وصحته وحيويته، واللي كل ست بتخاف ان هي تخس لشعرها يقع وبتترعب من فكرة التخسيس او الدايت. لا، اولا انا مش هرمكي من اي اكل، هتاكلي كل الاكل، يعني انا مش هأثر على المغذيات او المعادن او الفيتامين اللي بتدخليها من اكلك. انا هقفل يا ستي شهيتك بالكبسوله القويه في سد الشهيه واخليكي تاكلي اللي انت عايزاه، وفي نفس ذات الوقت هديكي بيوتين الشعر، كبسولات تغذيه وتقويه بصيلات الشعر نازله بيها. عارفين الشعر الهندي الحرير بيعتمدوا على البيوتين، وانا اكتشفت كده بيوتين الشعر. طبعا هو بيتباع في الصيدليات ومبالغ بصراحه، وخصوصا المستورد مبالغ جامده جدا. انا ده لقيت ان اكتر مشكله ان الناس بتعاني منها صوت الشعر مع السمنه. واحنا بنلم الكرسي بتاعنا النهارده بستاذن الكنترول لو عنده صور. انا بحب الحالات جدا يا جماعه، بحس ان هي تحفيز، تحفيز لاي حد قاعد يشوفنا عايز يشوف غيره عمل ايه، جرب ازاي عشان انا اعتمد على تجربته. دايما احنا بنبص للي جنبنا شوفوا عمل ايه. فاكرين لما كنا نغش زمان؟ هو كده، بس ده احلى غش، ده احلى غش بجد. بص للحاله بعينك وغش منها. غش، طالما الغش ده لا حلال لا حرام ولا يخالف الشرع ولا القانون، بالعكس ده هيحطك في حته تانيه خالص، ده في عالم تاني خالص. مش بس شكلك الخارجي هيتحسن، لا، صحتك اقل ما فيها، النفس الضعيف المنهك النهجان. وسمعتوا الحاله اللي اتصلت قالت ايه؟ ضربات قلبي، مش قادر. في ناس مش ما بتقدرش توطي تربط رباط الشوز بتاعها، ما هو في كميه من الدهون في كرشي عامله لي عقبه، لا انا عايزه اشيلها بقى، عايزه اربط الشوز بتاعي، ما خليش حد يربطه لي. لو الاسانسير عطلان اطلع السلم، لو مش معايا عربيه امشي المسافه عشان اقوي عضلتي. المشي والرياضه والحركه الخفيفه بتطول العمر يا جماعه. الدهون بتاثر العمر، حقيقه الدهون بتاثر العمر. امتى بقى هناخد الخطوه؟ خلاص ارمي المدارس القديمه في الباسكت، اشطب عليها. مدارس الطب الجديدة اتخلقت عشانك وراحتك وانت قاعد في بيتك. مش ملزم انك تجري على عيادات التغذية ولا تضيع وقت وجهد مهدور وفيزيتا وكل اسبوع عشان لازم تتابع. وعشان اهمية المتابعة انا مخصصة فريق كامل طبي بيتابعك، والمتابعة دي او الخدمة دي طبية مجانية بقدمها لأي حد بيتعامل مع الكورسات العلاجية بتاعتنا. طب مستني ايه؟ يعني خدمه زي ما بقولوا كده 5 ستارز شهيه وهنقفلها، دهون موضعيه متجمعه بتعاندني وبتقاومني، هبدا اشتغل عليها بالنحت بنقط جباره في النحت. طب انا عندي مشكله في الحرق اساسا، عندي مشكله صحيه مؤثره على الحرق بتاعي، اديك حقن العضل اللي هي مخصوصه لزياده الحرق. شعري بخاف انه يقع يا دكتور. لا رجيم ايه، ما تقوليليش على رجيم، لا مفيش حاجه اسمها كده. اعوض شعري ببيوتين الشعر واللي انا منزلاه هديه. كرسي 60 يوم مكون من 6 منتجات اساسيه
علبتين من الكبسولات وعلبتين من الاعشاب وعلبتين من النقط، مديالك كميه كافيه عشان تقضي معاك 60 يوم. انت لو ما خسيتش خالص في الستين يوم بتجيب لي 15 كيلو. لو انت مش ملتزم بجرعه او في سن كبير وفي مشاكل صحيه واستجابتك للدواء ضعيفه جدا بتجيب 15 كيلو في الستين يوم. عارفين يعني ايه 15 كيلو؟ متخيلين 15 كيلو شنطه او برتقان 15 كيلو طالع نازل بيها السلم ماشي رايح جاي نايم بيها، هتطلع بره جسمي وفي شهرين والايام بتعدي هوا، والصور خير دليل، والكلام من افواه الاطباء نعمه وامان واطمئنان. اطباء ليها كيان على ارض الواقع، مش ناس مبهمه جايلك من كوكب تاني بتدعي انها اطباء. منتجات مرخصه من وزاره الصحه وهيئه السلام والتغذيه. ليه كل ده؟ عشان صحتك، عشان جسمك، عشان ما يحصلش اي مضاعفات. لو حصل مضاعفات لا خليك قاعد عندك ما تخسش وما تاخدش الكورس. ترخيص بس اللي كان لازم يتحط، وكان لازم يتقدم، وكان لازم نبذل جهود ضخمة وجبارة عشان نحصل على ترخيص وزارة الصحة، لأن للأسف تداولة كتير أدوية التخسيس اللي بتضر الجسم واللي بتحتوي على السيبوترامين المجرمة دوليا. لا أنا ماليش دعوة بالحاجات دي، أنا عندي إنك تخس. خس وبسهولة وبأمان. كورس الستين يوم، علبتين من الكبسولات، كبسولة تسد معاك الشهية ومن أول يوم، وكبسولة تنحتلي الكرش والبطن والجناب. علبتين من الأعشاب هتكفيك الستين يوم، طعمها جميل وهيريح جهاز الهضمي والقولون وهيشغل عندي الحرق. كل منتج لازم يشغل الحرق، أنا ما فيش يوم مرحمين لازم يشتغل حرقي يبقى جسمي ما كانت حرق 24 ساعة. النقط عبوتين عشان تقضي لما تاخد منها مرة يوميا بعد الغداء بساعة، شوف بقى وقت المغربية والعشاء جسمك بيطلع صهد نار، الدهون اللي عندي بدأت تتحرق وبتتحول لحرارة حاسس بيها طالع مني. وتأكد من سلامة النقط انك هتحس بصهد طالع منك اوتوماتيك، الدهون بتتحول لطاقة. طب ايه الهدايا؟ مش هنساها، حقنتين من العضل، حقنتين عضل بتقوي الحرق، تزوده وتنشطه وتلحلحه شوية مخصوصة للناس اللي عندها مشكلة في الحرق. باخد حقنة كل شهر، بيوتين الشعر اللي عايزة بس، وخصوصا دي للناس اللي عندها سقوط وراثي والناس اللي أي حاجة بتقرب منهم بتقع شعرهم، ده لو صاموا بيقع شعرهم، لو أصابوا بس بشوية أنيميا بيقع شعرهم. لا الحق شعرك، لو انت بتعاني من سقوط الشعر او شعرك بيقع بسهوله، بيوتين الشعر كبسولات تغذيه البصيلات بيقوي الشعرايه، بيقوي روابط الشعرايه، بينشط البصيله ان هي تنتج شعره واتنين وتلاته. وانا بقدمها هديه لكل ست وكل راجل مع كورس الشهرين وعليه خصم رائع. بس اطمن، اتصل بارقام التليفونات، والعرض ده انا موفراه لحد الساعه 12 بالليل. طب والشحن يا دكتور؟ الشحن مجانا لجميع المحافظات وفي اي وقت. لازم كل شبر في مصر يوصل لي ان السمنه مرض لعين، هنكسره بابسط الحلول. طيب الحل بتاعك ده يا دكتور هو غالي ولا على قد الايد؟ الله، تيجي بقى الرجاله بقى، تيجي الرجاله بقى. خس معايا 15 كيلو ولسه مكملين لما نوصل لجسم نحيف. 15 كيلو نزل معايا، المشكله في الحاله دي ان هو شغله مكتبي ما بيتحركش وما فيش وقت يتحرك، وبيرجع البيت بياكل الوجبه المتسينه.
خلاص كل حاجه بياكلها بالليل بتتراكم طول الليل، الغده الدرقيه نايمه في الساعات الليليه، مين هيحرق؟ مفيش، خلاص حطها على اللي قبله وتتجمع الدهون يوم ورا يوم وهو سايب نفسه. امتى بقى المنبه يضرب؟ لما يبدا يقول اي ظهري بيوجعني، ركبي بتطقطق، مش قادر اخد نفسي. يبدا يقول ايه ده، ده انا المفروض اخس، ايه ده، طب انا عشان اخس لازم اعمل دايت، لا ده انا لازم امشي ساعات، لا ده انا هشترك في جيم، يا نهار ابيض هو انا هلاقي وقت؟ يا جماعه كل ده، كل الهري ده والهبد ده خلاص بح بح. مديالك قلت لك الجرعه اليوميه من الكورس بتاع النهارده بمقام ساعه ونص مشي، يعني المشي لو مش مقتدر عليه، ما عندكش القدره البدنيه ولا الصحيه ولا الوقت ومكسل، عندك النقط الاعشاب والكبسولات بيرفعوا معاك معدل حرقك بشكل 5 اضعاف. عشان كده قلت لكم ان هو اقوى كرسي تخسيس نزلت بيه شركتنا في مصر وعلى مدار 20 سنة، بيثبت وجوده بعدد الحالات الناجحه، ومش ناجحه في تخسيس، ده نجاحها ان الحاله مش بترجع لورا، الحاله بتطلع بسرعه الصاروخ لقدام. شكل ايه؟ منظر ايه؟ سني اللي صغر ازاي؟ بعرف البس اللي انا عايزاه، انا بتحكم في لبسي، ما خليش دهوني اللي تتحكم فيا وانا واقفه قدام الفاترينا. خلاص بقى المرة الجاية هعرض لكم صورتي وأنا 127 كيلو، بس ما تضحكوش عليا، تابعوني دايما وخليكم معايا، ههتم بتفاصيلك قوي 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 قوي. وأي سؤال، أرقام التليفونات ممكن نتصل ونسأل، خليكم معانا عشان نخس من غير ما تحس. مع السلامة.